بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هذا حديث طويل، وملخص القصة أن الصحابية أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه دخل على أحد أمراء بني أمية وهو يجهز البعوث إلى مكة لمحاربة ابن الزبير. وتعلمون أن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق الله تعالى السماوات والأرض. فقام أبو شريح وهو صحابي بنصح الأمير الأموي، وهو سعيد، يقال له سعيد الأشدق، وهو تابعي ليس بصحابي، ومع ذلك تنزل الصحابي مع هذا التابعي وتلطف له بالقول كما سوف ترون، وتلطف له بالكلام، وذلك لأنه أميرا كان عليه. نعم، نسمع أن أبا شريح. عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: احدثني أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح. حسبك. الفائدة الأولى في هذا الحديث، وفيه فقه السلف في التعامل مع الأمراء، فإن الصحابي هنا أميره تابعي من بني أمية، ومع ذلك تلطف له بالقول، فقال التلطف الأول أنه قال أذن لي، يعني اسمح لي بالكلام، ثم بعد ذلك نسبه إلى المنصب أيها الأمير، وهذا تلطف ثاني. وهكذا كان سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر صدر من علماء هذه الأمة في فقه التعامل مع الأمراء. وأجمع السلف في كتبهم وفي عقائدهم أن الأمراء والخلفاء وأصحاب الوجاهة فإنهم ينزلون منازلهم ويلان لهم الخطاب. ولذلك الله تعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام وهو خير أهل الأرض في زمانه، أمره بمخاطبة فرعون أن يقول له إيش؟ قولا لينا. والله تعالى علم أن فرعون لن يؤمن، يعلم ذلك، فإن الله يعلم ما يكون قبل ما سوف يكون، ومع ذلك الله تعالى يرسم خطابا ربانيا للأنبياء ولمن تبع أو يتبع هؤلاء الأنبياء. وللأسف أن شباب الأمة تربوا اليوم على غير هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأصبح هذا الأصل يعتبر فكرا انهزاميا، ويسمونه فكرا انبطاحيا، كما تسمعون التعليقات في المجالس وفي بعض الرسائل، ويسمونه هؤلاء أو هذا الفقه أنهم أذناب السلاطين وغير ذلك من الأسماء. ويقال أن البقاء على منهج أهل السنة والجماعة خير من البقاء على أو اتباع منهج الخوارج. ولذلك جاء عند الترمذي أن رجلا رعى أحد أمراء بنو أمية وهو يخطب على المنبر، فقال انظر إلى أميرنا إنه يلبس ثياب الفساق. قال شراح الحديث كان يلبس ثياب الرقيقة، وكان الثياب الرقيقة في تلك الأيام لا يلبسها إلا الفساق. فقام أبو بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه وجذبه، وهذا الذي قال الكلام هو أبو بلال المرداسي، أبو بلال المرداسي تابعي. فجذبه أبو بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه وقال له اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الذهبي بعد أن علق على هذا الحديث، قال الذهبي فكان أبو بلال المرداسي من أئمة إيش بعد ذلك؟ من أئمة الخوارج. سبحان الله، الفرق بين السلف ومنهج السلف ومنهج أهل البدع.
فكان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا اشتموا من أحد سب الأمراء أو القدح فيهم فإنهم يربطونه بمنهج الخوارج. وقد ذكرت لكم حديثا قبل ذلك وهو حديث عزيز النفيس، قل من وجدت من ينبي إليه، حديث عقبة بن وساج في مسند الإمام أحمد أنه جاء لعبد الله بن عمرو بن العاص المدينة وقالوا أنتم بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر أناس عندنا في العراق يسبون أمراءهم ويشهدون عليهم في الضلالة. فقال الصحابي أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله ثلاث مرات، ثم ساق لهم حديث الذهيبة. شوفوا سبحان الله، لا سأل هل يكفرون بالكبيرة، هل هؤلاء أخيار أم فساق أم فجار، لم يسأل شيئا، وإنما لعنهم ثلاث مرات. ثم قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بين أربعة نفر، فقام رجل قال اعدل يا محمد، قال ويحك ومن يعدل إن لم يعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهذا فقه سلفنا يا شباب، ولا يغركم من هلك في هذا الباب. اليوم الموج جارف، معظم الناس على غير هذه العقيدة. شدوا على عقيدة أهل السنة والجماعة وانتصروا لها وقولوا بها، ولا يغركم الموج الجارف الذي يضد هذه العقيدة، ولا يغركم أيضا أو لا يصدكم عن هذه العقيدة الألفاظ التي تقال بمن يتمسك بها. لأن دائما على مر التاريخ أن دائما منهج أهل السنة والجماعة يقبح، ولذلك في الأسماء والصفات ماذا يقولون عنها؟ مجسمة. كلمة مجسمة لم تجعل أهل السنة والجماعة يتركون إثبات صفات الله تعالى على وجه يليق به. وأيضا عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكام ما جعلت هؤلاء الذين يقول عنهم بغلة السلطان، المباحث، كذا من جميع الأوصاف، كيف غلاة الطاعة، ما نفس المنهج القديم لأهل البدع تقبيح أهل الحق، هو هذا موجود اليوم أبدا. حتى أذكر أخبرني مرة ذات مرة واحد وجاء وتكلم في مسجدي الذي ألقي في درس، قال المرجئة هؤلاء، وجلس يتكلم عن المرجئة، وأنا أقسم بالله لو سألته ما هم المرجئة ما أعرف إيش معنى المرجئة. لكن بما أننا لا نوافق هؤلاء ونسير في تكفير الحكام، سموا هذه العقيدة عقيدة إيش؟ عقيدة المرجاة. نعم أكمل. وفيه بلاغة الصحابي، من أين أخذنا بلاغة الصحابي؟ من هذه الجملة. وجه البلاغة نعم، ها؟ أيوة، لا ما ليس مجازا، سمعه. اي نعم، لكن البلاغه من اين هنا؟ غير السجع. ايوه شيخ، لا ها تاكيد، لا غير التاكيد. نعم، ان الصحابي عبر عن فهمه لهذا الحديث بجميع طرق الفهم. الفهم كيف يعرف؟ بالإبصار صح؟ وبالسماع صح؟ وبإيش؟ وبالقلب. فلاحظوا أنه جمع رضي الله تعالى الأمور، يؤكد أن هذا الحديث سمعه ووعاه وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان إيش؟ يقول به. والآن مدارك السمع مدارك الفهم يكون بإيش؟ تسمع وترى وإيش؟ وتعي، وهو الذي عبر عنه الصحابي. نعم، وأيضا من وجوه البلاغة هنا عند الصحابي أنه رغب في الخبر، والترغيب والتشويق في الخبر هذا أسلوب من أساليب البلاغة. من يعطينا شيئا من القرآن في التشويق في الخبر؟ قصة مشهورة لنبي من الأنبياء، ها؟ لا، قصة يوسف لما بشر، لا ليست في يوسف. نعم،
فتح الله عليك وزادك الله حرصا وعلما، أحط بما إيش لم تحط به. هذا الأول، ترى أنا عندي خبر أنت ما تعرفه يا سليمان عليه الصلاة والسلام. ها، ثم بعد ذلك زين له الخبر، هذا الأمر الأول شوقه، ثم شوقه بأمر ثاني في الخبر أنه إيش يقين ما هناك وجه. وهذا من بلاغة إيش، ها، من بلاغة الهدهد. ثم الأمر الثالث ماذا قال؟ وجدتهم إيش يسجدون، ها، من دون الله. قال أهل العلم أن الشرك مستقبح حتى عند الطيور والحيوانات، إلا المخرفين من الصوفية وغيرهم الذين يزينون للناس الشرك. وقد وصل لي مقطع قبل بضعة أشهر لبلد، في بلد عربي أظنهم كانت من عادة بلدتهم أن تشتري وزارة الزراعة في تلك البلدة المحصول كله. في تلك السنة رفضت الوزارة أن تشتري المحصول، فذهبوا إلى الميت ومعهم شيخهم وهم إيش يدعون، فرج عنا الكربة، الوزير ما سمع منا ولا رضي يشتري منا ولا رضي. سبحان الله، تركوا رب السماوات والأرض الذي بيده ملكوت السماوات والأرض الذي يقول شيء كن فيكون، ولجأوا إلى إيش يطلبون إيش من إيش من ميت، يطلبون أن يفرج عنهم الكربة. نعم. سمعته ودعاية وعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه. وفيه أن من السنة البداءة بالحمد والثناء عليه، على الله عز وجل. نعم. ثم قال إنما افتتح الله ولم يحدث الناس فلا يحل لفين يؤمن بالله. حسبك. وفيه تحريم مكة وأن الله تعالى عظمها بتحريمها، وأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم مكة بماذا؟ بكم مؤكد هنا؟ أعيد الجملة. إن الله قال إنما افتتح حرمها الله ولم يحرمها الناس، أن الله هو الذي حرمها، وأن هذا التحريم ليس من الناس، حتى ليس من الأنبياء إيش والرسل، لأنهم يدخلون في مفهوم الناس، وإن كان الأنبياء والرسل أعلى الناس وأعلى الخلق. ومكة حرمها الله تعالى كما جاء في الحديث يوم خلق الله تعالى السماوات والأرض، والله تعالى يحرم ما يشاء من الأماكن والأزمنة والأمكنة، فالملك ملك الله عز وجل. فحرم الله تعالى مكة، من خصائصها أنه لا يخلى يختلى شوكها، لا يقطع شجرها. لكن المقصود بالشجر هنا ماذا؟ الشجر الذي ينبت بفعل الله عز وجل، أما الذي يزرعه الناس فهذا يمكن قلعه، يزرع نخيل يخرج النخيل يزرع كذا، فهذا ليس داخلا في هذا. أيضا الصيد في مكة محرم، قال أهل العلم والقتل محرم في مكة، بل حتى القصاص والقود عند جماهير أهل العلم لا يقاد في مكة. سبحان الله، كل شيء آمن، الطير آمن، النبات آمن، بني آدم آمن. ومن خصائص مكة أنه لا تلتقط ها لقطتها إلا لمعرف. إيش نستفيد قوله عليه السلام لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف؟ ها، جائز إيش؟ أيوة، ها، دليل خفي، ذكرنا حكمه في الدرس اللقطة وهذا دليل عليه. لا، تختص في اللقطة عامة وهذا دليل عليها. أيوة بالبرا، فتح الله عليك، والانتفاع بها، لأن مكة
لا يجوز إلا للتعريف، فدل على أن غير مكة إيش؟ للتعريف وإيش؟ وللأخذ. وهذا دليل آخر. ها؟ قلنا الدليل الأول، نحن ما ذكرنا هذا الدليل يعني سهى عني المرة الأولى، وإنما قولنا فانتفع بها، فإن جاءك صاحبها يوما فادفعها له، فإن لم يأتي فهي حلالك. هذه أدلة إيش؟ أن اللقطة كم ليس كما قال بعض من أهل العلم أن يتصدق بها، لا. ودليل أن الإنسان ينتفع بها أيضا هذه لقطة مكة، لا تكون إلا إيش؟ إلا لمعرف. نعم. وأيضا من خصائص مكة أن الهم بالسيئة تكتب سيئة، وعذابها إيش؟ أشد. وفيها أثر لابن مسعود حسنه بعض من أهل العلم، قال لو هم المسلم بالسيئة في مكة وهو في عدن، ها، لأكبه الله تعالى على وجهه في النار. وللحديث وللأثر ألفاظ. واستأنس السلف في هذا بقول الله تعالى إيش؟ ومن يرد فيه بإلحاد، ومن يرد مجرد الإرادة. أما في غير مكة فالإرادة إيش؟ لا تحسب. الإرادة تحسب ولا ما تحسب في غير مكة؟ ها؟ نعم صحيح، في تفصيل. نعم، هي حسب تقسيم النية اللي ذكرناه في الأربعة الأمور السابقة، ونعيدها سريعا. من الناس من لا تخطر عليه السيئة، فهذا لا له ولا عليه. ومن الناس من تخطر له السيئة ويريد فعلها، لكن يتذكر عذاب الله تعالى وغضب الله وعقابه فيتركها، فهذا تكتب له حسنة، إنما تركها من جرائي، ومن حديث رواية مسلم من أجلي. الثالثة أن يهم بالحسنة، بالحسنة ويعزم عليها، عفوا، أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويجمع قلبه ويتمنى، لكن لا تتوفر له فعل المعصية، فهذا يكتب له فعلها. ودليل حديث إيش؟ أبو كبش إيش الأنماري في مسند الإمام أحمد، وهو من أوائل حديث الصحة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله مالا فهو يعرف في حق ربي ويصل فيه رحمه ويقول بالمال هكذا وهكذا، أي في الخير، والثاني يقول يا ليت لي مثل مال فلان فأفعل مثل فعلي، قال فهما في الأجر سواء، والثالث أتاه الله مالا فهو يقول به بالمال هكذا وهكذا، أي في الحرام، والرابع قال يا ليت لي مثل مال إيش الثالث، قال ما فهما في الوزر سواء. الرابعة أن يهم في فعل السيئة ويبدأ بها ويشرع فيها، فهذا له الوزر كاملا. فإن قال قائل فالفرق بينه وبين الثالث، قلنا الفرق أن الرابع عزم وبدأ في المعصية، أما الثالث ما بدأ في العزم، ما بدأ، إنما مجرد عزم. ودليل ذلك حديث إيش الرابع؟ أيوة، حديث أبي بكر الثقفي، ها، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيش؟ قالوا هذا كان القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، إذن هذه مواطن النية الأربعة، هذه يعني خصائص مكة وفيها فضائل. نعم. قال فلا يحل حتى من خصائص مكة عند بعض أهل العلم، وإن كان هذا القول مرجوحا، أنه لا أحد يدخلها من مكة إلا محرما، وهذا قول عند بعض الفقهاء والصحيح على خلافه. نعم، أعيد. فلا يحل للمؤمن بالله واليوم الآخر أن يسجد فيها ولا يعبد فيها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له
إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار ثم عاد حكمها اليوم كحكمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن إثبات النسخ، فمكة أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، والعرب إذا قالت ساعة من النهار ليست كالساعة التي نعرفها، وإنما أحيانا قد تكون الساعة قليلة جدا ثواني، وأحيانا تكون الساعة إيش طويلة. طيب كيف يعرف الطويلة من القصيرة؟ العرب تستخدم الإشارات، قالت ساعة في حديث الجمعة يقللها، إيش يقللها. وسبحان الله، اللغة العربية قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لا يوجد دين يتحمل هذا الدين الإسلام إلا اللغة العربية، ولها مقاصد ولها أسرار. العرب إلى صلاة الظهر تقول عن البارحة الليلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم رؤيا الليلة، فإذا جاء بعد الظهر ماذا يقولون عنه؟ البارحة. أيكم رأى الكوكب الذي انقض إيش؟ البارحة. حديث سعيد بن جبير. نعم نعم. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فبيده النار. هذا الحديث فيه الفائدة الأولى تحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، ها من يستنبط فائدة مهمة عزيزة وهي قاعدة أشبه بالقاعدة؟ نعم. فتح الله عليك أبو البراء، أن الذنب يعظم حسب من توجه إليه إيش الفعل. فضرب الوالدين ليس كضرب إيش غيرهم، والزنا بحليلة الجار ليست إيش كالزنا في غيرها، وأشيمط زاني صدر الفعل. إما من توجه إليه الفعل، ولذلك كان الشرك أعظم ذنب لأنه موجه إلى الله عز وجل، أو حسب من قام به الفعل يعظم الذنب. وشيمط زاني ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب لهم، ومنهم إيش وشيمط زاني. نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قلت للزبير إني لا أسمع ذلك حتى رسول الله إني لا أسمعك نفي. إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه ولكني سمعت يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث فيه أن الصحابة مجتهدون رضوان الله تعالى عليهم، فمن تحمل الحديث وبين وأكثر من الرواية الحديث، فلأنه رأى أنه لا يجوز كتم من أمر من أمور الشريعة. والصحابة الذين تورعوا إنما تورعوا خوفا من النسيان أو من الخطأ، أو لأنهم بعضهم قد أدى أسقط الواجب عن البعض، فتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب إيش كفائي، إذا قام به بعض الأمة سقط عن إيش سقط عن الباقين. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال
تعمد عليه كذبا فليتبرأ عدوه من النار. نعم. من سلم هذا؟ ها؟ ها؟ سلم من هذا؟ من الأكوع، نعم. لأنه عندنا سلم بن عثمان بن عوف تابعي، نعم. ماذا يقول؟ صلى الله عليه وسلم. واضح، نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبرأ عدوه من النار. هذا الحديث تضمن عدة أمور. الأمر الأول جواز التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد. الأمر الثاني النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة خلافية عند أهل العلم. فبعضهم قال أن ذلك كان محرما في حال حياته، وأن لهذا الحديث سببا جاء مبينا في بعض مواضع أخرى. وبعض من أهل العلم أنه قال أنه ليس له سبب، والصحيح النهي والتحريم باقي، وهو الذي تطمئن إليه النفس عند غالب جماهير أهل العلم، أنه لا يجوز التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي كنيته؟ أبا القاسم. ولماذا سمي أبا القاسم؟ نعم، قيل أن أحد أبنائه القاسم كني به، وقيل أن أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله تعالى إيش؟ معطي. نعم. إذن هذه الفائدة الأولى، أنه يجوز التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أنه لا يجوز التكني. الثالثة إيش؟ وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كرامة، والكرامة لا تكون للفسقة والفجرة. ما يأتي أي شخص ليس ظاهر الاستقامة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام، لكن رؤيته كرامة. لكن لا بد أن يكون الشخص يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يأتي الشيطان في صورة رجل صالح ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفقه الأول في فقه الرؤيا، عفوا الفقه الثاني. الفقه الأول أن الذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصلاح والتقوى، هذه واحدة، انتبهوا جيدا في فقه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه لا بد أن يعرف أن يعرف الرجل صفات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف. ولذلك كان بعض التابعين إذا جاءوا لعلي يقول رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صف ما رأيت، فعندما يصف يقول لا أنت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه قدح في ذهنه أنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوا شخص وصفه قال نعم أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الفقه الثاني. الفقه الثالث أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن أن يأتي بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا كذا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا مستحيل. الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الفقه الرابع، ها، من فقه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ها، راه في الآخرة. هذه نعم، لا يؤخذ منها أحكام. فتح الله عليك يا أحياء أبا مهند، أنه لا يؤخذ منها أحكام شرعية. لا تأتي تقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذا الذكر، لا، كذب ودجل.
النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هذا الدين بقول الله تعالى اليوم إيش؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يأتي شخص يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن الساعة قريبة. والله يا أخي قبل 15 قرن اقتربت الساعة إيش؟ وانشق القمر. بعدت أنا والساعة إيش؟ كهاتين. أول ما تكذب هذه بهذه ما يحتاج تجي تقول للناس والله كذا. ومن طرائف الإمام أحمد أنه جاءه رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر من أهل الصلاح والخير وقال لي يوجد في الخربة الفلانية كنز ركاز من ركاز الجاهلية وذهبت إلى الخربة وجدتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أخرج الخمس لأنه معروف الركاز يخرج الخمس لله ورسوله فسر الإمام أحمد وأمره بإخراج الخمس لأن أحكام الشريعة لا تنسخ فيش في المنام ولعل الشيطان حاول أن يلبس عليه بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وأفهمه بطريقة أو أخرى أو أوحى إليه والشيطان يوحي ها النبي قال له لا تخرج إيش الخمس ما اطمأنت الإمام أحمد نفسه رغم أن الرجل ظاهر الصلاح والخير والرجل وجد فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له لكن لما جاءت قضية الأحكام الشرعية لا يؤخذ بها وقد قلت لكم قبل ذلك وأعيد ولا يتحملون شبابنا قليلا معلش ما يخالف من علماء تنظيم القاعدة الظواهري لما ذكر العلماء في مقابل شبكة السحاب الرابع أظن أو الخامس قال أبو يحيى الليبي مهاجر ألف وصنف ورابط قاضي المجاهدين ومربيهم هذا ألف رسالة اسمها المبشرات أكتب المبشرات لأبي يحيى الليبي الرؤية الأولى وسماها المبشرات قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وهو يقول كل الدماء التي سالت في العالم الإسلامي في رقبتي ثم ضرب على رقبتي ما شاء الله تبارك الله قول وفعل هذا العالم فبئس التابع وبئس المتبوع نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحمل دم واحد أسامة بن زيد هذا كيف تعد عالم ثم الرؤية الثانية قال دخلت على الشيخ فلان وسمعت صوتا يقول إن المجاهدين محزونون يدعون فلا يستجاب لهم قال ثم سمعت صوت الرب ما شاء الله تبارك الله طق واحدة ثانية طلع فوق الأول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والثانية ارتفع صوت الرب ولم يكمل لنا يمكن الثالثة كان رأى الرب عز وجل لكن الحمد لله أنه ما رأى الرب عز وجل قال سمعت صوت الرب يقول ألا يكفي للمجاهدين أنني أعطيهم النصر وزيادة قد رضيت عليهم فلا أسخط عليهم أبدا ما شاء الله تبارك الله بدر جديدة بس بدر مو في الحقيقة بدر في النوم هذا الخامس هذا العالم الخامس عند هذا الفكر كيف تطمئن نفسك وتعتقد أن هؤلاء على حق يا أخي كيف هذا العلماء القوم عالم الأول عند القوم يقول ديار الإسلام كلها دار كفر ولا أستثني حتى مكة والمدينة أين الغيرة على الدين وين غيرتك على دين الله يا أخي مكة والمدينة كفر فلا تأخذ أحكام شرعية أبدا لا قليل ولا كثير نعم إذن هذه خمسة أو ستة أمور تتعلق بفقه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ضوابط نعم فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب عليه متعمدا فليتفرق مقعده من النار نعم وعن علي رضي الله عنه قال والله الذي خلق الحبة وراء النسمة وفيه جواز الحلف بأفعال الله عز وجل نعم أصل هذا الحديث أن الغلو في آل البيت وجد في أواخر زمن الصحابة فإنه
جاء رجل لعلي رضي الله تعالى وسأله قال هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم آل البيت بشيء؟ لأنه بدت بذور التشيع والغلو في آل البيت في أواخر زمن الصحابة، وتولى كبر هذه المسألة ابن سبأ عليه من الله ما يستحق. فأراد علي أن يبين للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء، إن زادوا يزيدون إيش؟ بالفهم فقط. نعم. وما في هذه الصحيفة عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجها فنشرها فإذا فيها العقل وفتاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل، وإذا فيها المدينة محاور ما بين عامل إلى ثور، فمن أحدث هذا حديث طويل، نعيد جملة جملة حتى نستنبط الفوائد. نعم. فأخرجها إيش نستفيد منها إلا ما في هذه الصحيفة؟ إيش نستفيد منها؟ ها؟ ها؟ إيش نستفيد حكم منها؟ شيخ خالد، ها؟ غير المناولة قريب، هو يتعلق بالمصطلح، قريب كلامك، ها؟ نعم، فتح الله عليك. كتابة الحديث كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. العقل المقصود به العاقلة، وهي أن الرجل إذا قتل قتلا خطأ فإن عاقلة الرجل يلتزمون بديته، إذا كان معسرا فإنه من حقه أن يذهب إلى القاضي الشرعي ويقول وجبت علي الدية وأنا غير قادر وأطلب أن تلزم الأقارب، فيلزم الأقارب الورثة، يعني ابن 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 عم إذا وجد يلزم بالمشاركة، وخالك شقيق أمك لا يلزم. لماذا؟ طيب حتى لو ما يرث، فتح الله عليك، زادك الله حسن علمه، من غنم غرم، الخال ما يرث. الآن ابن عم ابن 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 عم أخذ المال كله والخال ينظر إليه ما يعطيه درهم واحد، فكان من عدل الشريعة من غنم إيش فهو يغرم. نعم، هذه العاقلة. والثانية الأسير، وهو ما يقع من أسار المسلمين في الحروب وغيرها، فواجب على إمام المسلمين أن يخرج جميع أسر المسلمين من بيت المال. نعم. هذا القول الصحيح أن المسلم لا يقتل بكافر أبدا، لأن الكافر ليس إيش عدلا للمسلم، لكن إن رأى الحاكم الشرعي قتله تعزيرا ليس حدا فله ذلك، الحاكم الشرعي ولي الأمر له ذلك، أما قصاصا فلا يجوز قتل المسلم إيش بالكافر. نعم. وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل،
الجراحات المقصود ما يقع بين الناس من شجار فيترتب عليها يعني جروح وضمانات. نعم. وفيها أن المدينة قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما حرمها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم؟ يقال نعم. القول الصحيح عند العلم أن الله حرم مكة قبل إبراهيم عليه السلام ثم جاء إبراهيم وحرمها تأكيدا لتحريم الله عز وجل. أما المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها. نعم. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه تحريم الابتداع في بلاد المسلمين عامة وفي المدينة النبوية خاصة. ونقول تسمى المدينة النبوية، الشيخ ابن عثيمين له كلام جميل بتسميتها المدينة المنورة، قال الصحيح أن تسمى المدينة النبوية. أولا إلى القرن العاشر لا يعرف هذا الاسم أبدا، ولذلك تجد في كتب العشر القرون الأولى المدينة النبوية المدينة النبوية، لا تعرف كلمة المدينة المنورة. الأمر الثاني أن نسبتها إلى النور أشرف المدينة، ولا نسبتها إلى النبوة؟ إلى النبوة أشرف لها. نور ولا نبوة؟ نبوة. الثالث، السبب الثالث، أن هذا مخالف لحديث أنس نسميها المنورة. قال أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء إيش؟ أضاء. فلما مات كل شيء إيش؟ أظلم. فكيف نقول عنها منورة؟ الرابع أن تسميتها بالمنورة بناء على عقيدة عند المخرفية الصوفية أنهم إذا بقي على المدينة 20 و30 كيلو يرون نورا يخرج من القبر في السماء كان يهتدون به. هذا النور في عشاش الصوفية ما هو موجود أبدا، ولا رأوه أهل العلم ولا ذكروه في كتبهم. يقول لك إذا بقي على المدينة 40-50 كيلو قديما كان يرون يعرفون المدينة بالنور الذي يخرج من القبر. لا، هذا النور الذي يخرج من عقولكم أنتم، ما في نور، هذا من الغلو، ما رأى أحد الصحابة ولا لا الذين معه. إذن هذه أربعة أسباب لا تسمى المدينة المنورة، تسمى المدينة النبوية. فإن قال قائل طيب الناس كلها ما عندها غير منورة، المهم أنت بنفسك قرأت نفسك تعتقد خطأ. وأذكر عالما من علماء الهند اجتمعت به ذات مرة في مجلس في المدينة، فقال مدينة منورة، قلت يا شيخ لا تقول مدينة منورة، ذكرت له الأربعة الأسباب. قال والله هذه فائدة جيدة، هم من علماء الحديث. فلما صعدنا في المصعد حنا خارجين برضو غرض قال المدينة منورة، قلت له يا شيخ، قال يا أخي حكومتك تسميها المنورة يا أخي. يا أخي أنت ناشف في علقي، الحكومة عندك تسميها المدينة منورة. فأضحكنا كثيرا ومن أهل الحديث جزا الله تعالى خير. نعم. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. نعم. العدل الفدية، والصرف ماذا؟ هاي ها؟ أليش؟ يمكن، لكن أنا هو الذي في ذهني العدل هي الفدية، لكن الصرف نفل، واثق من معناها؟ نعم يمكن. نعم. وعدلا جاءت في القرآن ب نعم. وقال أئمة المسلمين واحدة يسعى فيها النار فمن أخبر مسلما فعليه. وفيه أن كل مسلم يؤمن غير المسلم، حتى المرأة كما في صحيح إيش البخاري حديث من أم هاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أمر بهدر أربعة أشخاص، قال يقتلوا في الحل والحرم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة.
فجاء من الذي أجرته مهاني؟ ما اسمها؟ عبد الله بن خطل. نعم، متعلق بأستارك. لا، ليس عبد الله بن خطل، هي أجرت شخص آخر. هبيرة أظن، أبو هبيرة، أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أجرت أبو هبيرة، وإن ابن أمي يعني علي زعم أنه قاتل، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم. بل قال الأوزاعي، إذا أمن الذمي غير المسلم، أمن غير المسلم مع المسلمين كان، فأمنه في الحرب، فلإمام المسلمين إما أن يمضي إما أن يرده إلى مأمنه. شوفوا فقه سلفنا، إذا غير المسلم الذي يقاتل مع المسلمين أمن رجلا غير مسلم، يرجع الأمر لولي الأمر، يا تقبل ذمة هذا غير المسلم أو تقول لا ما نقبله، ارجع، ولو تمكننا منك مرة أخرى سوف إيش نقتلك. وصدق الإمام العقاد الأديب عندما قال إن لسيوف المسلمين إيش أخلاقا. نعم، جزاك الله خير. بس نعم، فمن أخطأ مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه جواز لعن صاحب المعصية. نعم، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن موالي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. نعم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني بيت صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فقام في الناس فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفينا وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل لأحد بعدي. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تذكر يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه، أنه لم تحل لأحد من أهل الأرض جميعا، لا نبي ولا رسول إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحلت له ساعة إيش من نهار. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، لا تثبت إلا بدليل. وبعض الغلاة أخذوا يثبتون خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فيها الدليل، ومن أغرب ما ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا. إيش ولد مختونا؟ هذا كلام غير صحيح ولا ثبت. بل ثبت أن رجلا جاء الإمام أحمد وقال إن ولدي ابن إن ولد لي ابن مختونا، فقال لماذا مهموم؟ الله كفاك شر هذه المؤونة، ليست. بل عفى الله غفر الله للإمام السيوطي يقول من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نظر لامرأة فأعجبته فالواجب عليها أن تتزوج به مباشرة، وإذا كانت ذات زوج فالواجب على زوجها يطلقها ويتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا كلام ما يقبل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شغلة إلا ينظر في زوجات الصحابة، ها؟ أحد يقبل هذا الكلام؟ هذا خصائص ومدح ولا ذم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذم له. نعم، من خصائص قال ليس له ظل، كذب لم يثبت. نعم، ولن تحل لأحد من بعدي ألا وإنها حلت ساعة من نهاري ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يبتلى شوقها ولا يحضر شجرها ولا ينقر صيفها ولا تلتقط ساقطتها إلا
فهو بخير المرأين إما أن يعقل وإما أن يقال وإما أن يقال أهل الحديث. فجاء أبو شعث رجل من أهل اليمن فقال اكتبني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المنع في الكتابة نسخة، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع في أول أمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. فقال رجل من قريش العباس إلا الأذن يدخل يا رسول الله فإنا نجعله في موئنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذو رائحة قوية الإذخر ويطرد الديدان، ولذلك يستخدم في القبور، وهو أيضا يستخدم في البناء، وهو مما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في شجر الحرم الذي يقطع. نعم، كم بقي على العشاء؟ أنا ترى بمشي مع الأذان، بعتذر عن درس بين الأذان والإقامة. ها الجهاز عندك؟ طيب صلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإذن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه من الفوائد أن من الناس من يكون بركة في الأحكام، فهنا العباس كان بركة على أهل مكة. وفيه أيضا من فائدة أصولية، من يذكرها لنا؟ ها وين أهل الأصول؟ وين الشيخ خالد؟ وين حسين بن داود؟ ها وين البقية؟ قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فائدة أصولية يتكلم عن أهل العلم، جواز إيش؟ ها وين أهل الأصول؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثم قال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر. لا مسألة أصولية. ها لا مسألة أصولية. لا لا أن الأحكام تنسخ قبل إيش فعلها، قبل أن تفعل. من يعطينا دليل على هذا؟ ها والله الدليل أوضح من الشمس ربعة النهار غير يحيى. ها أن الأحكام قد تنسخ قبل أن يكلف الناس. أي شيخ خالد؟ ها حديث إلا الدين، لكنه ليس صريحا في بابه. لا في واحدة أصرح. ها لا هذه بد نسخت. ها يحيى؟ ها إلا الدين. الأصرح منها يا جماعة الصلوات الخمس، فرضت ولا ما فرضت؟ ها ثم نسخت قبل إيش؟ قبل أن يفعل الناس تلك العبادة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان نمشي فيه شوية على الأقل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوم الخميس وما يوم الخميس. لا طويل هذا، طويل حديث ابن عباس طويل. طيب أنا أعتذر بين الأذان والإقامة، عندي سفر الليلة، نستعذر من إخواننا وطلابنا، إن شاء الله الأسبوع القادم الجمعة القادم لا الذي بعده. جزاكم الله تعالى خيرا. الشريحة الثالثة؟ الشريحة الثالثة؟ الثالثة الشريحة اخوان اللي ما استلموا الكتب بعد الصلاة ان شاء الله سلام الله. الدفعة الاولى يا شيخ اخوانك اعطيني الكيس هذا الله يبارك.